بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل الجزء الثالث في الأيام التي قال عنها الإمام الصادق عليه السلام، كما ورد عن آية الله المجلسي أو عن آية الله السيد ابن طاووس رحمة الله عليهما في مسألة معرفة ما ستراه في حياتك من تاريخ ولادتك على ضوء ولادتك بالأيام القمرية. وصلنا إلى اليوم 16، والإمام الصادق عليه السلام يقول عن المولودين في اليوم 16 يحتاجون إلى الصدقة، يعني الصدقة تكون بالنسبة إليهم أمرا ملحا ضروريا، لأنه في بعض الأحيان تكون لديه حالة من العصبية وحالة من المزاج يكاد البعض أن يلقبه بالمجنون، يعني عندما يكون غاضبا يكاد أن يجن، يعني من شدة غضبه يتصرف من حيث لا يشعر. وكذلك الذين يولدون في اليوم 16 من الشهر القمري كما يقول الإمام الصادق عليه السلام يكون بخيلا، لذلك عليك دفع الصدقة لترك هاتين الخصلتين الغير جيدتين. وإذا ما ولد لك في هذا اليوم ولد في اليوم 16 من الشهر القمري فادفع الصدقة، لأنه يكون غضوب يعني كما جاء، وكذلك يعني فيه بعض العلل والأمراض المزمنة لا سمح الله، وكذلك فيه صفة البخل. أما الذين أما المولودين في اليوم 17 كما قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام، فاليوم 17 أنا أعتذر لأن الشروحات كثيرة جدا حول هذه الأيام ومفصلات فيها كثيرة. يقول من ولد في اليوم 17 أمد الله سبحانه وتعالى في عمره طويلا، ويعيش هذا العمر الطويل مع صلاح الحال، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل حياته مليئة بالصلاح، وكذلك حالته جيدة، وكذلك يكون عيشه طيبا لا يرى فيه فقرا. الله سبحانه وتعالى يغدق عليه بالرزق، فلا يعني على طوال عمره هو لا يرى الفقر، إنما حالته جيدة ويعيش حياة طيبة ويكون يعني ممدوحا من قبل الآخرين. أما الذين أما الذين يولدون بالإضافة بأن الإمام الصادق عليه السلام يقول يعيش كذلك المولودين سواء رجل أو امرأة في اليوم 17 من شهر القمري يعيش مباركا سعيدا في كل أمره في حياته إذا ما قدم الصدقة، يعني قدر الإمكان يكون من أهل الصدقة ولو ربع دينار كي يعيش بقية حياته دائما وأبدا سعيدا، الهموم لا تبقى عنده طويلا، وكذلك يكون فرحا بقضاء حاجاته. أما المولودين في اليوم 18 في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام سلام الله عليه في من ولد في اليوم 18 من الشهر القمري يكون صالحا طوال حياته ويعيش حياة طيبة، وكذلك لديه بعض السيئات، لديه الذنوب، ويعني لديه بعض السيئات التي لا يتوب منها أبدا، ولديه بعض الذنوب التي لا يستغفر منها أبدا، ولكن على مجمل حياته فهو لا يموت إلا عن توبة، يعني في آخر حياته يتوب عن جميع ذنوبه ويتوب عن جميع سيئاته، ويعني الله سبحانه وتعالى يعتبره من التوابين الذين يموتون على التوبة الصحيحة الصادقة، لا يرى في حياته فقرا ويعيش حياة طيبة ويكون معروف بين الناس يعني بمساعدته بعطائه. أما المولودين في ليلة 19 من الشهر القمري كما يقول الإمام الصادق عليه السلام
يكون هذا الرجل أو هذه المرأة يتوقع منهم كل خير، متوقعا منهم كل خير، وهم يتوقعون كل خير، أي أن لديهم تفاؤل كبير في الحياة، توكل على الله سبحانه وتعالى، الهموم لا تأخذ منهم كثيرا، الثقة بالله سبحانه وتعالى عندهم عالية، ويكون صالحا معروف بصلاحه بين الناس. هؤلاء الذين يولدون في اليوم 19 يكونون معروفين بالتوكل على الله، بالثقة بالله، والهموم لا تبقى فيهم كثيرا، ويكونون مرزوقين مباركين، يعني عندما يشاركهم أحد بأمواله الله يبارك له في أمواله، أي شخص يشاركهم بشيء الله سبحانه وتعالى يبارك له، ويكونون مرزوقين، فلذلك الناس يحبون أن يتعاملوا معهم لأن هذا الرزق سيصل إليهم. هذه من يعني من صفات الذين يولدون في اليوم 19 كما قال الإمام الصادق عليه السلام. كذلك يكون موفقا للخيرات، أي للعبادات، للطاعات، كذلك لعمل الخيرات إلى غير ذلك. الذين يولدون في اليوم 20 كما قال الإمام الصادق عليه السلام، أرجع وأقول الشروحات والتفصيلات جدا جدا كثيرة، ويقول الإمام الصادق عليه السلام من ولد فيه كان يعني صبورا حليما لا يغضب بسرعة، يتسامح كثيرا، وكذلك فاضلا معروف بالفضل وبالأخلاق العالية، ويعني له فضل كبير على الآخرين، ولديه سمو في أخلاقه، يترفع عن الأمور الدنيئة، ويحب الفضائل، ويحب أن يتمتع وأن يعرف بها. فلذلك من ولد في اليوم 20 يكون دائما حليما صبورا مسامحا ورجلا فاضلا، أو امرأة إذا كانت فهي صبورة تعفو عن الآخرين، وتكون امرأة عفيفة وشريفة ومعروفة بالفضل، وكذلك بأنها من أهل الفضل يعني ومن الأخلاق العالية. أما الأشخاص يعني عفوا ويعيشون يعني كذلك طويلي العمر، الذين يولدون في اليوم 20 معروفين بطوال العمر عفوا. أما الذين قد ولدوا في اليوم 21 فيقول الإمام من الشهر القمري، يقول الإمام الصادق عليه السلام يكون صالحا طوال حياته، والله سبحانه وتعالى يوفقه أيضا لعمل الخيرات، ولكن يعني يحتاج إلى دفع الصدقة، لأنه في أغلب حياته يعيش فقيرا محتاجا، لذلك عليه أن يدفع الصدقة ليغير حياته. المولودين في يوم 21 يعيشون حالة الفقر والحاجة، لذلك ادفع الصدقة لكي يبعد الله سبحانه وتعالى عنك الفقر والاحتياج للآخرين، وهناك الأدعية كثيرة للاستغناء إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى من يوم 22 إلى اليوم 30 سوف نكمله بالمقطع الأخير وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. هذا كان يعني طلب من كثير من الأخوة والأخوات من نسخة الإمام الصادق عليه السلام التي كتبها العلامة المجلسي والسيد ابن طاووس رحمة الله عليهما. برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.